فينا نفس القوية. ألف سلام عليك يا حسام. أنا زعلان. زعلان رفعت دياوي. تو ما افتكرت تسأل عني. ده أنا مرمي هنا بقالي سنة ونص. حقك عليا يا ابني. أنا فكرت كتير أجيلك. بس كان صعب عليا أشوفك وأنت البدلة الزرقاء. قولها. قولها. بعد ما كنت بتشوفني بالنسر والنجمة تشوفني بالبدلة الزرقاء. في السجن يعني. بس معلش يا باشا. عندي سؤال لحضرتك يعني. اتفضل. لما هو كان صعب على سعادتك تشوفني كده، ما وقفتش جنبي ليه؟ مش انا راجل من رجالتك؟ مش انا عيل من عيالك زي ما حضرتك كنت بتقول؟ حسام انت عارف موقفي حساس بحكم وظيفتي، وما كنتش اقدر اعمل اي حاجه. لكن لما صدقتوا الادله وكذبتوني يا باشا. صدقتوا الفلوس والصندوق وان انا راجل مرتشي وكذبتوني يا باشا. صدقت ظابط ما يسواش تلات تعريفه وسعادتك عارف الكلام ده، ما يسواش نجمه من اللي كانوا على كتافي. وكذبتوني انا يا باشا. كذبتوا تاريخي. كذبتوا عمري اللي كان هيروح 100 مره في 100 ماموريه عشان خاطر البلد. كذبتوا حاجات كتير يا باشا. انا زعلان. ارجوك. زعلان يا رفعت بيه، ما تقوليش ارجوك، انا زعلان. بس الايام دول، ما تزعلش مني. الايام دول وحقي هاخده وهاخده. ارجوك حسام ارجوك بلاش انفعال دلوقتي عشان الجرح اللي عندك. جرح؟ يا ريته كان خلص عليا، كنت ارتحت. الجرح ده عمره ما هيلم يا باشا. مش هيلم غير لما اخد حقي. بلغ عمي ان كل حاجه تمام، وخليه يحول فلوس من حسابه اللي برا مصر على رقم الحساب دي. حسابه اللي برا مصر؟ والله عشنا وشوفنا ولاد علام عندهم حساب برا مصر. ألف مبروك يا سي علام على وصول البضاعة. الله يبارك فيك يا طاهر. أنا سمعت إن البضاعة وصلت بالسلامة، بس يعني ما شفتش ولا حتة سلاح واحدة في مخازن سيدياب. ونخزنوها ليه في مخازن دياب واحنا عندنا مخازننا؟ براحتك يا سيدي الناس، براحتك. وبعدين انت ايه وسيدياب ايه؟ ما انت واحد. وبعدين مخازن سيدياب موجوده طالما هتدفعوا ارضيه. لا احنا مش هندفع ارضيه يا طاهر، قلت لك عندنا مخازننا. براحتك يا سيدي الناس. ايدك بقى على نسبه سيدياب اللي متفقين عليها. دياب ملوش عندنا نسبه، دياب بيشتغل باجره نفر. ازاي الكلام ده؟ إذا كان سيدياب هو السبب في كل الخير اللي انتوا فيه ده، ده كان زمان يا طاهر. لما دي الوقت احنا مش عايزين واصل، يا إما يشتغل عندينا بأجرة نفر يا إما يبعد عنينا. ولو ركب دماغه هنبلغ عنه الحكومة ونخلصوا منه. يعني ده آخر كلام؟ آخر كلام، وبلغوا ده. ماشي ماشي يا سيد الناس، بالإذن. مع السلامة يا طاهر. ألف سلامة عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما. الحمد لله على سلامتك. تلاقيش عمر الشاي باين. أنت إيه اللي جابك وأنت تعبانة؟ ما أنا لو ما كنتش كده أطمن عليك كنت هتعب أكتر. أنا زي الفل. صرخ سليم قدامك يا ماما. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. عرفت مين اللي عمل فيه كده؟ عرفت، وحسابه معايا قرب قوي. لا يا حسام بلاش لو سمحت، احنا مش مستغنين عنك. ها والنبي يا حسام يا حبيبي، الناس دول ما يعرفوش ربنا. انا بقى هعرفه لهم يا ماما، ما تقلقيش. انا واخد على التعامل مع الاشكال دي كويس. طمنيني يا شاهين، حسام الصغير عامل ايه؟ كبر يا سيدي وبيسنن دلوقتي، وكمان ما بينيمنيش طول الليل. نفسي اشوفه. اوعدك المره الجايه انه هيكون معايا. لا لا بلاش تجيبني ظن هنا، خليه لما اخرج ان شاء الله ونشبع منه. ادعي لي بس يا حسام ان انت تخرج تلاقيه في حضني، لحسن زاهر مصر ياخده مني وما بيزهقش. لا اله الا الله. يا بنتي ما ترجعي له بقى وتريحينا وتريحي نفسك.
قول لها يا ابني، قول لها ده انا لساني ناشف، على الاقل الواد يتربى في وسطيهم. مش هرجع له يا ماما، مش هرجع له يا حسام. انت حره، دي حياتك وانت حره فيها. طمني عليك، اخبار الشغل يا محمد؟ والله الحقيقه مش ولا بقى، في سلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه. انا عارف. عارف؟ اه عارف. تحب اقول لك مين؟ دياب البطاشه يا محمد. مش شرط يا حسام. لا شرط، وانا متاكد من اللي بقوله لك، ولو تحب ادلك على اللي يسلمه لك ادلك. والله لو كلامك صح دلني عليه. في واد اسمه طاهر المصطفي شغال في الاداره عندنا في البوفيه متطوع، الواد ده انا كنت زارعه وسط البطاطش عشان يجيب لي اخبارهم اول باول. وازاي واد مهم زي ده شغال في الاداره ومحدش يعرف حاجه عنه؟ لانه كان عميل سري، محدش يعرف عنه حاجه، واول ما القضيه خلصت مهمته خلصت، وبعد اللي حصل لي طبعا محدش يعرف عنه حاجه. ولسه شغال في بوفيه الاداره؟ هتلاقيه متلقح في البوفيه. انت متاكد انه عمي جالك كده؟ واضح ان قلبه جمد وما بقاش محتاج لنا، بعد ما خلص على البضاعه اللي في مخزنك وكسب من وراها يامي. ما انا قلت لك من الاول يا سيد، عمك ده انا مش مطمن له. كنت عارف متاكد انه خسيس وهيستغل زنجتي. ابوي لو اقدر اتحصل على الفلوس اللي برا مصر. ايه؟ هو انت يا سيدي الناس عندك فلوس برا مصر؟ فلوس كتير، تعبي فدادين بحالها. يا دين النبي، فدادين؟ تجي لها كام فدان كده؟ قول ما شاء الله. فايدتها ايه الفلوس وهي مش معايا؟ ماشي يا عمي، حسابك معايا ايه وقته. اوف، صدموا نفسه يا عين امه. هو سندوتش ايه ده يا واد يا وهداء؟ ايه جبنه وبسطرمه. جبنه وبسطرمه؟ ده ايه العك ده؟ اني عايز لانشون على بسطرمه. والله عنده حق يزعل سيدياب، ده ايه العيله اللي بيعملوا في بعضهم كده دي؟ ده تكون قرف عيله منتنه. محمد بيه. طاهر المصطفي فين؟ استقال يا باشا، بقاله سنه والزياره ما عادش بيجي هنا تاني. استقال؟ اه يا باشا استقال. ايه خدمه؟ طاهر في شغله في مصر وما بيجيش الا في الاجازات. ما انا رحت له مصر قالوا لي مش هناك. تلاقيه في مهمه سريه، اصل طاهر بيه اخويا دي مسؤول كبير قوي قوي في الداخليه. لا والله. ايوه امال، ده الداخليه كلها بتعمل له الف حساب. لا والله. وما يقدروا يستغنوا عنه، ده لو غاب عنهم يوم واحد يلوصوا. وبعدين يا باشي انا تحت امر سيادتك، يعني لو عايز منه اي حاجه انا ممكن اتوسط لك عنه. لما يجي دي له الكارت ده خليه يكلمني ضروري. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد نجيب الهلالي ضابط شرطي. يا سناسوخي، انا شكلي عكيت في الكلام وخبطت في الحلل. وصلتني اخباريه بتؤكد ان في شحنه اسلحه جديده اتهربت من الخارج وجاري توزيعها داخل البلاد، والمطلوب منكم سرعه التحرك، ضبط الجناه، مصادره الشحنه. انا اجتمعت بيكم دلوقتي عشان اعرض خطتي، وبالتالي كل واحد فيكم هيعرف مهمته. محمد نجيب الهلالي ده اخو حسام بيه؟ معرفش، هو ساب لنا عنوانه وقال انك لازم تكلمه عشان عايزك. يا ترى ده عايز ايه؟ معرفش. واني بسالك انت يا بهيمه؟ طب ما تكلمه يمكن تعرف. اكلمه؟ يا خبر بفلوس، بعد المكالمه يبقى ببلاش. قري يا ولي، قري من قدامي عشان اعرف اكلم الراجل. محمد بيه؟ أنا طاهر المصطفي. أيوة أنا قلت كده والله. طمني يا باشا، حسام بيه أخباره إيه؟ ربنا يفك سجنه. أنا تحت أمرك. أنا كده كده نازل مصر الصبح. طب خلاص، نتقابل هناك الساعة 6. سلام يا باشا. يا
ترى عايز ايه دي؟ عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي وماله؟ اني من ساعة اللي حصل لحسام بيه واني ماليش اي دعوة بالشغلانة دي، سبته. يعني ايه يا طه؟ يعني خلاص يا سعادة الباشا، اني دلوقتي بشتغل شغلانة تانية. عايز اقبض على دياب. طب يا باشا يعني اديني شوية وقت وانا هعس، واي حاجة هعرفها حاجة اقولها لك. هتجيب لي المعلومات امتى؟ قول يا رب يا سعادة الباشا. اي معلومة تعرفها تيجي تقول لي على طول يا طه. اوامرك يا باشا. بقول لك ايه يا فوكس، فك من الكآبة اللي انت فيها دي، بهت علينا. الله، احنا كنا فرفوشي نعنوشي، بقي وقع مني مش عارف اضحك تاني. فيها يا جنرال بقى، نتحزم ونرقص لك؟ فكها دي او هتعدي يا رجاله، ما تعملوش هم، ناموا انتوا رايحوا بس. مفيش حاجه اسمها نوم واحنا شايفينك كده، ننام ازاي يعني؟ بقول لك ايه، هفكك يعني هفكك، افكك منين؟ بقول لك ايه، اللي زعلك يزعلنا، واللي يفرحك يفرحنا، ولعله خير ان شاء الله. عندك حق، لعله والله. يا رب لعله، يا رب يجي الخير. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رجاله. صحيح، الناس معادي ما تعرفهاش الا لما تعاشرها. على راي المثل، تعرف فلان يعرفه، عاشرته لا ما عاشرتوش تبقى ايه؟ ما تعرفوش. وانا عرفتكم، وحقكم عليا لو حد زعلان مني في حاجه. فك يا فوكس. حاضر يا ريان. يلا رجاله، تصبحوا على خير، ريحوا. احكي لي يا دياب، ده انا عمك اخو ابوك. لو كان ابويا عايز كان برد رصاص مسدس في راسك. ودلوقتي في الوقت نبعتك انت وهو لداخل عشان تسلموا على ابويا واخويا جابر كمان. ما توديش نفسك في داهيه يا دياب. انا كده ولا انت رايح داهي؟ وما تنسوش شيء، اني واخد حقني من الاعدام. انتهت على روحكم. انتهت على روحك يا دياب. حد كده؟ اخرتك هتبقى الليله ولا يدك. اجري يا تمام، بلاش اقتل ابوك واخوك قدام عينيك. قبل ما تعمل كده اكون ضحك بالنار وفرتك دماغك دي، ونسلم جدتك الحكومه واكرموني كمان. ارمي سلاحك يا دياب وخلينا نتفاهموا بالاداب. هدار هدار يا عمي، وانتوا اللي عاوزين تقتلوني لحمه الملعب. هاجري وانت اخوي. دلوك دلوك افتكرتني وانت اخوك. الجرابه حاجه وشغل حاجه ثانيه يا ولد منصور، وانتوا اول من شرع العرف ده. انت وابوك واخوك فاكر ولا نسيتوا كنتوا بتعملونا كيف؟ طول عمرنا طول عمرنا بنعاملكم اولاد عمنا. انتوا ما كنتوش بتعاملوا ربي اصله. احنا ما حصلناش عندكم انفار حد. اسمع يا دياب، لو قتلت واحد منينا مش هتلحق تقتل التاني، الباقي هيخلصوا عليك. خلينا نتفقوا مع بعض اتفاق جديد. قدامكش غير كده يا ولد اخوي، انت كده اللي خسران، ولو نزلت السلاح يمكن تكسب. نزل يا تمام مسدسك. وانت يا همام، كده عين العدل، عشان كده انا مش هقتلك. يكون في علمك يا ولد منصور، الماضي خلاص راح واتدفن مع ابوك واخوك، ومن النهارده هكون في نظام جديد. لو عاوز تشتغل معانا هديك اجره نفر. كيف؟ كيف انا اللي بجيب البضاعه؟ مش واقفه عليك، في غيرك كتير يتمنوا يوردوا لنا بضاعه، ولا الحوجه ليك. هو انت مش مقدر ضعفك ولا ايه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا اقوى منك؟ هتعيش يا واد منصور، هنسيبك تعيش، بس اوعى تخرج عن طوعنا. ولو حسينا انك بتلعب بديلك كده ولا كده هنبلغوا عنك الحكومه، فاهم؟ حاضر يا عمي، حاضر يا عيال عمي. اول ما رتبوا للعمليه هبلغكم. اشوف وشك بخير يا باشا. كفاره لعله، ولو انك هتوحشنا. صح، انت اللي هتوحشني يا باشا، وربنا يفك سجنك قريب ان شاء الله.
قادر يا كريم. لو تشتغل ايه لما تخرج؟ اي شغلانه قاسمها لي ربنا. ان شاء الله اكون بارس في السيما. المهم ان انا خرجت من هنا. وعايزك يا باشا تسامحنا على اي دقه ناقصه عملتها معاك. مسامحك يا لعلو، والله العظيم مسامحك من قلبي. سلام يا زميلي. سلام يا بوب. سلام يا حبيبي، هحصلك. هتوحشنا يا لعلو. بس باذن الله خير ان شاء الله. لعلو، لولا ان انت حبساجي كنت اتمنى تبقى اخويا. هتوحشني. كلنا في الهوا سوا. لسه ما ماتش. كيف يعني؟ انت ما كانش حد يخلصنا منيه وهو في سجنه؟ وحياتك مرتين، مره فلت منيها والثانيه السلاح بدل ما يجي في قلبه صاب جنبه. والحل دلوقتي ادخل عليها في سجنه؟ اطمن، هنجربه مره ثالثه والثالثه ثابته. ثالثه وربع وعشر كمان. اقتله يا ابو لغم، اقتله. انا قابلت طاهر ووعدني ان هو هيبلغني اي معلومه يعرفها عن دياب. ابوس ايدك يا محمد، مش هرتاح ولا يهدالي بالي لما اشوف دياب ده متعلق في حبل المشنقه. متقلقش، طمني عليك، انت عامل ايه؟ زي ما انت شايف على حطت ايدك اهو، مستني الايام تعد واخلص. هانت، انا سبت لك فلوس في الامانات عشان لو عاوز تعمل اي حاجه بيها. ازمه وتعدى يا حسين. دياب دي ولدي مدارس وراحت عليه خلاص. وباجي عامل زي الشيخ شيخه في يدنا. كان منى عيني تخلصوا عليه. لاجل حكمك ما تترمل زي ما انا اترملت. لا يا نجيب، اهو دياب بالذات يا نجيبه لازم أن يعيش. ليه؟ على راس ريشه اياك ولا اغلى من جابر جوزي؟ لا، ده كلب ولا يسوى. بس انا افهمك يا نجيبه، دياب ده هو الوحيد اللي عارف طريق الراجل الكبير ومصالحنا في يده. وانت اطمني، اول ما نخلص من العمليه اللي جايه هنجيب عليها وطيها ونخلص منه. كده ربنا يطمنك يا بوي، خليك لي الباقي في حياتك يا دولار. شد حيلك يا دولار، ده امر ربنا اخويا والله. انا اللي موتها يا جماعه، انا اللي موت امي. ما تقولش كده يا دولار، مامتك دلوقتي في حته احسن من هنا، مامتك في الملكوت مع ربنا. ده عمرها كل اجل كتاب. بس انا لو ما كنتش دخلت السجن كانتش ماتت بقهرتها عليا. وحد الله، انا كل اللي وجعني انها ماتت وهي زعلانه مني. دولار، حافظ الفاتحه، حافظ الفاتحه، حافظ اقرا الفاتحه لامك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقوم يا دي يا وحدان تعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوبايه واحده يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي بره، وخليه يجهز نفسه للعملية الجديدة، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لأنه الشحن حتكون على وصوله ظرف أيام. الله أكبر، هو ده الكلام. خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبة لنا الخسارة دي. وعاوزك تتصل على الحكومة وتقول لهم على مكان وزمان العملية، وتقول لهم إنه دياب حيبقى في العملية كمان، ولما يسألوك عن اسمك تقول لهم فعل خير وتقفل السكة جوا، مفهوم؟ والنعمة الشريفي، أنا ما فاهم حاجة. كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا كيف؟ انا اقول لكم، عاوز الحكومه تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم احنا هنخلصوا عليه، وبكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. اول هام نخلص من عمي وعياله، ما حدش يزحمنا في الشغل، وتاني هام ما حدش حيطلب تاره منيني، وتالت هام لازم الحكومه تعرف انه دياب اتقتل في العمليه دي. فاهم حاجه يا مصطفى؟ ايوه طبعا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعملوا تمثيليه على الحكومه عشان نقفلوا صفحة دياب ونشتغلوا على نظافه. والله وقتلك على الطبطاب يا طاهر.
وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام وولاده عظمة يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخللنا الجو أني ودياب ومحدش يقاسمنا في لقمة عيشنا. ساهر. أيوه ماما. ابنك وحشني قوي ونفسي أشوفه. مين سمعك بس يا ماما؟ أنا كمان نفسي أخده في حضني وأشبح منه. يا ابني اتصرف، اعمل أي حاجة، هاته منها. أنت مش محامي وتفهم في القانون. يا ماما أنا فاهم إن القانون ده هو اللي مسكتني. طب يا ابني ما تحاول تفهمني كده الحكاية دي. أنا هفهمك يا بابا. مش هند دلوقتي من حقها إنها تحتفظ بالمولود لحد ما يتم 15 سنة. ياه 15 سنة يا مين يعيش؟ يبقى أنا عمري بقى ما هشوفه أبدا. لا يا ست الكل بعد الشر عليك. طب ما تحاول يا ابني تقعد انت وشهندة وتتفاهموا مع بعضيكوا، يمكن توصلوا لحل يريحك ويريحها. دي عنادية، ما ينفعش معاها تفاهم ابدا. بس انا بقى هعرف ازاي اجيبه بطريقتي. هو انت مش كلمت السكان بالذوق؟ وما رضيوش. بذمتك في حد عاقل هيسيب شقه زي دي اليومين دول؟ خلاص يبقى مش هينفع معهم الذوق. ساعتها بقى هم اللي جابوا نفسهم وقطعوا احسن من نحته. يعني ايه؟ مش فاهم. هفهمك. احنا بقى هنفضل وراهم لحد ما نزهقهم ونطهقهم ونطفشهم من هنا، تقطع عليهم الميه، ولما يلاقوا نفسهم خلاص هيموتوا جوه شوائهم، هم اللي هيطفشوا ويقولوا حقي برقبتي، وهيبيعوا بالسعر اللي انت هتقول عليه. يعني لما اقطع الميه واقفل المحبس مش هيعرفوا يفتحوه تاني؟ محبس ايه اللي انت هتقفله وانت اللي هتفتحه؟ انا اقصد انك تجيب سباك هيحط في المواسير بلك واسمنت ويقفل الميه خالص. ساعتها بقى عايز لهم شهر عبال الميه ما ترجع. في الشهر ده هيعفنوا وينتنوا، ولو صلبطوا اكتر من كده اعتقد ده ان هيموتوا جوه الشقق. الذكاء ده؟ طب ما احنا كده هننتن معاهم. لا البركه فيك انت بقى، تقنع اختك ايمان انها تاخدنا الشهر ده عندها. ما لقيتيش غير ايمان؟ دي بتكره الكره العامه وما اظنش انها هتوافق. هتوافق لان مش هيهون عليها امها تنتن معانا. يا سلام، هتاخد ماما وتسيبنا انا وانت هنا يا حبيبتي ننتن مع بعض. لا ما احنا هنشبط في امك زي القراد، وهنخلي امك هي اللي تقنعها ان احنا نروح معاها. تفتكري بقى ايمان هتوافق؟ هتوافق. عيب عليك، انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. مالك يا سيدياب؟ تعبان، تعبان قوي يا حكمت. ألف سلام عليك من أي تعب يا غالي. كل الدنيا ضدي، أنا واقف لحالي. ما تقولش كده، أنا معاك وفداك وبقولها لك من قلبي. كان نفسي لما يتولد ولدي وفتح عينيه يلقى ابوه واقف قدامه. كان نفسي اربيه وسطيكم. عاوزين نعيشوا زي الناس يا حكمة. ده مقدر ومكتوب يا سيدي. متعرفش اعمل ايه. ما اعرفش اعمل ايه. لازم انا الاقي حل. مش دياب اللي يبقى قليل حيله. قليل الحيله؟ هو انت لما تدست من الحكومه تبقى قليل الحيله؟ طب ده جوه، عشان اللي بيقع في يدهم بيبقى ضعيف. بعد الشر عنيك. سمعت اللي انا سامعاه ده؟ هو في ودوده بس ما قدرش حدد الاصوات. لما تشوفي بعناكي هتعرفي انها بطاله. بطاله. تعالي
ايوه حاضر جايه. ها افتح يا حكمت افتحي. حاضر جايه. ها في ايه نجيب؟ مالك يا ولية بتخبطي عليك كده ليه زي المجانين؟ تهني لما يركبك. انت عاوزاني اخبط عليك كيف يا بنت الاصول؟ ما تخبطيش علي واصل، انت مالك ومالي؟ مالي ومالك؟ انت عاوزاني اعرف ان في راجل في اوضتك واسكت كمان؟ اخ راسي قطع لسانك. قطع لساني ماشي وداني وهقطعها لك عشان ترتاحي. نجات قولي سمعتي؟ بصراحه انت يا حكمك انا سمعت صوت ودوده بينك ومن حد جوا. واه حددتي نجات؟ ده الحصو ومستنظر جوابك. لا حول ولا قوه الا بالله، كيف اقابل راجل وانا على ذمة راجل يا ناس؟ ولدي نايم قدامكم. ها قولي انت يا ست حكمت. ده صوت الراديو. في مسلسل اذاعي كنت متابعاه كل ليله. بكفايتي كدبات. خبرك ايه يا نجيبه؟ هملي حكمت في حالها. هو انت بالعافيه عاوزاها تبقى خاينه؟ لوحدي نجات انطقي. بكفيك يا عاد بقى يا نجيب، قلت لك انه الراجل وصدقتيها يا نجات؟ وما صدقنيش ليه؟ عمري قلت حاجه وما طلعتش صح؟ الدر والبقع اللي معجونه بميه الكد واخره المتمه تتعدي في شرفي. يا ابوي عليك يا نجيبه، انت كده طول عمري عتشكي في خلقاتك. لكن لا لحد كده وكفايه. قسما عظما يا نجيبة يا بنت علام، لو اتكلمتي عليا بالطريقة دي تاني لكنت خاكي بالنار. جاك نصيبة تشيلك ما تحطك. يلا اطلع بره اطلع. تشكك بشرفها يا نجيبه؟ مش معقول كرهك لها يوصلك لكده، وبعدين ده موضوع يترفعها رقاب. مش انا اللي سمعت بس. نجات قولي يا نجات. اه وخاها عليك يا وكلا ناسك، ما قالت لك بتسمع حكاوه في الراديو؟ حكاوه؟ ماشي بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. ما كفاياكي سمع يا نجيبه من ورا الحيطان. اتقي ربنا يا نجيبه وهمليها عاد. سيب ام منصور في حالها. ماشي ماشي يا حبيبتي ماشي. بكره الحقيقه تبان يا حبيبتي. اهو انت كده يا باشا عرفت مكان وزمان العمليه. مش ناقص غير ان انتوا تقبضوا عليهم متلبسين ولاد الابلسه دول وتريحونا من شرهم. انت متاكد من المعلومات دي يا طاهر؟ الا متاكد يا باشا، ده أنا طاهر البسطيهي اللي عمره ما قال معلومة وطلعت غلط، حتى اسأل حسام بيه ربنا يفك دقته. أنت عارف إنك جدع يا طاهر؟ إشمعنى يا باشا؟ يعني عشان عرفت تجيب معلومات مهمة زي دي في وقت قصير زي ده. يا باشا هما مش بيقولوا الشرطة والشعب في خدمة الوطن؟ طبعًا. أهاني بقى في خدمة الشرطة والشعب والوطن في نفس ذات الوقت، يعني تلاتة في واحد. يا للدرجة دي؟ يا باشا أنا مواطن صالح وعندي استعداد أودي نفسي في داهية عشان خاطر مصر. ومصر مش هتسيبك يا طاهر. ليه يا باشا وأنا عملت لها حاجة؟ سلام يا دولار. خد بالك من نفسك يا مون بيس. والميس يو مون بيس. نشوفك قريب، ادعيلنا. حبيبي. فديت عليا انا وانت ولا ايه؟ انت متاكد ان دياب هيكون حاضر في العمليه دي؟ ايوه فانا متاكد. متاكد كمان من مكان وميعاد العمليه وكله موجود في الملف اللي قدام سعادتك. انا قريت الملف في خطتك عجبتني جدا يا محمد. ده مجهود عظيم ولو معلوماتك كلها صح وقبضنا عليهم هيبقى انتصار للداخليه. ان شاء الله يا فندم. بس انا كان ليا طلب عند سعادتك. اتفضل. انا كان نفسي حضرتك تديني الشرف ان انا اقود العمليه دي، وخصوصا ان انا اللي وضع الخطه وعارف مفاتيحها كويس. شوف يا محمد، رغم ان رتبتك صغيره اوعدك لو اداره العمليات وافقت على الخطه انا هديك الفرصه دي. انا متشكر جدا يا فندم،
ده جميل عمري ما هنساه لسعد. انت بتفكرني بحسام كان دماغ في رسم الخطط وتنفيذها، وعلى فكرة الخطة دي فيها من روحه. أنا لازم ساعدك. اتفضل. زي ما بقول لك كده، قاعد في المحل لا بيا ولا عليا، ولا لك المحضر داخل عليا شافت بطنه ومعدي، بيقول لي الست إيمان هانم رفع عليك قضية إنها بتطالب بميراث جوزها. ولا تزعل نفسك يا حبيبي، سيبها تخبط راسها في الحيط وتبقى تقابلني لو طالت مليم واحد. إزاي بس يا عفيفة؟ ده الورقة مكتوب فيها إنها بتطالب بالميراث عن طريق حاجة اسمها الوصية الواجبة. بسيطة خالص، روح للمحامي وشوف هيقول لك ايه، واكيد هيلاقي لك الف مخرج. وبعدين يا حبيبي ما انت عارف المحاميين ليهم سككهم. انا قلقان قوي عفيفة، شكلها كده المرة دي مستموتة على حقها هي وبنتها. انت هتشيل الهم ليه قبل اوانه؟ حط في بطنك بطيخة صيفي، المحاكم حبالها طويل، والنوعية اللي زي ايمان دي نفسها قصير، اخرتها هتزهق ومش هتقدر تكمل، وان اوحت هددها بإيصال الأمان. ماشي يا مرات أخويا، وديني وما أعبد، ده لففك على المحاكم ودوخك السبع دخات، وعرفك إن الله حق، وهتشوفي منير هيعمل معاكي إيه. دلوقتي أنا شرحت لكم الخطة اللي وضعتها مع سيادة اللي ورفعت الخوي. عايز أفكركم تاني إن دياب هيبقى في العملية، يعني لازم نقبض عليه متلبس هو ورجالته. ألو؟ أنا ريهام يا محمد. إزي حضرتك يا فندم؟ كلمتك كذا مرة من موبايلي، ليه ما بتردش عليا؟ ما خدتش بالي معلش. محمد، والله أنا مالي ذنب في موضوع فسخ الخطوبة. بابي هو اللي خد القرار ده لوحده. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان عندي اجتماع. طيب يا محمد، أوكي. باي. حد عنده أي أسئلة؟ مرات اخوك على حق يا منير. يعني ايه الكلام ده بقى يا استاذ لطفي؟ يعني من حقها تاخد نصيب جوزها المتوفي من ورث ابوه بما لا يزيد على التلت بمقتضى الوصيه الواجبه. وصيه واجبه؟ والوصيه الواجبه دي تطلع ايه بقى دي ان شاء الله؟ الوصيه دي للاحفاد اللي ابوهم بيموت وجدهم عايش، ولما بيموت الجد بيبقى ليهم حق برضه في الميراث. طيب يعني مفيش اي مخرج تاني يا استاذ لطفي؟ مخرج ايه؟ مقفوله بالضبه والمفتاح. يا دي النيله، يا دي القرف اللي الواحد عايش فيه. جرياس يا منير، انت اخويا مش ناوي تدفع الايجار المتاخر عليك ولا ايه؟ يا دي الصباح الاسود اللي احنا بنقوله، اصطبحنا واصطبح الملك لله، امرني. اصل لقيتك كده اخويا مطنش على الايجار من ساعه الحاج عز الدين الله يرحمه ما مات، قلت اجي لك بنفسي. أمورنا حبيبي، أنا تحت أمرك. الأمر لله، بس أنا سمعت إنك ناوي تغير نشاط المحل وتقلبه كافيه، الكلام ده مظبوط يا منير؟ مالكش فيه، ده محلي وأنا حر فيه. لا يا حبيبي مش حر، وما تقدرش تعمل كده قبل ما تاخد موافقة كتابية مني. عارف ليه يا منير؟ لأن أنا المالك يا أخويا، ولازم نغير العقد كمان بقيمة إيجارية أعلى من الأول. حيلك حيلك، إيه كل ده؟ هو كده. طيب خلاص يا سيدي، ما تزعلش نفسك، ايه رايك بقى انا هقلبه قهوه واعمل اللي انت عاوزه واعلى ما في خيلك اركبه. كده يا منير؟ ايوه كده يا حبيبي. طيب يا حبيبي، ما تبقاش تزعل مني بقى لما ارفع عليك قضيه واكروشك من المحل. سلام. سلام. اكروشك من المحل. استاذ لطفي، بما انك انت راجل محنك في القانون وفاهم في الحاجات الواجبه اللي مش الواجبه دي، الراجل اللي كان واقف هنا ده كلامه مظبوط؟ كلامه كله على حق. جرايه لطفي. لطفي كده؟ حاف من غير استاذ؟ ما انت خلقتني، انت معايا ولا معاه؟ انا محامي وبتكلم بالقانون. يا راجل بلا قانون بلا زفت، قوم قوم توكل على الله، قوم روح مكتبك، يلا اشفط بطلك وعد وامشي من هنا. يلا انت مفيش قدامك غير انك تماين معاهم بدل ما تتهور وتتعور. يعني انت شايف كده؟ انا شايف كده بدل ما تخسر. اخسر ايه؟ ما انت دخلتك عليا خسرتني الجلد والصقت. قلت لك بقى اشفط بطنك وعدي وامشي من هنا بقى. قوم بقى، انا تعبان منك، قوم. حاف من غير غموس؟ غموس على ايه يا حبيبي؟ على الاستشارات القانونيه اللي انا لسه مديها لك دلوقتي. استشارات قانونيه سودا منيله ب60 زفت على دماغي انا وانت. قوم قوم من هنا يلا، قوم، انا مش فاضي. ولعلمك
التوابل دي مش هتاخدها ولا البهارات، اتوكل على الله. يلا انا غلطان اللي جيت لك. اتفضل. شبه ربطة التوم اللي متعلقة في البلكونة. جبت لك كل الورق اللي ناقص والورق اللي يثبت حق معتز في ميراث مامته. تمام كده كل الورق استوفى وموقفنا القانوني بقى ما فيهوش ولا ثغرة. اهلا وسهلا. اهلا ماما. مدام ايمان عميله عندنا في المكتب. اهلا يا حبيبتي. اهلا اتفضلي اتفضلي. انا اسفه جايه من غير ميعاد. لا ابد تشرفتي اتفضلي. مش ده المقدم حسام الهلالي؟ اه ده حسام اخويا الكبير. انت تعرفيه؟ ده كان زميل معتز جوزي الله يرحمه. معتز؟ ايوه يا طنط. ايه ده انت مرات معتز الضابط صاحب حسام اخويا؟ ايوه شفتي بقى انا قلت لك ان انا شفتك قبل كده. احنا جينا فرحك. ايوه صح. يا سبحان الله الدنيا دي ضيقه قوي. طمنيني عليكي حبيبتي انت عامله ايه وبنتك عامله ايه؟ انت مش برضو عندك بنت؟ ايوه يا طنط. اسمها ايه يا ايمان؟ اسمها ملك. الله. ملك ما شاء الله اسم جميل خالص. ربنا يخليها لي. ربنا يخليك يا طنط. طب وحسام عامل ايه دلوقتي؟ يعني الحمد لله راضي بقضاء ربنا. الحمد لله. انا لسه مش فاهمه ازاي ده حصل له. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حسام اتظلم يا ايمان وكان ضحيه للغدر بس هو لسه عايش وان شاء الله هيخرج من محنته اقوى من الاول عشان هو على حق. ان شاء الله.